مساء الخير كل مشاهدينا، ورجعنا لكم بفقرة جديدة عن موضوع جديد مهم يهم أي بزنس ناجح، موضوع الدعاية والإعلان. وهنتكلم في الموضوع ده بكل تفاصيله، بس قبل ما نبدأ في الموضوع خلوني أرحب بزميلي ماركو. مساء الخير عليك يا ماركو. مساء الخير عليك يا آية. مساء الخير على كل المشاهدين، حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم كلام كبار النهاردة. بس قبل ما ندخل في أي حاجة وقبل ما نتكلم عن أي حاجة، حابب أرحب بضيفتنا الكريمة النهاردة. معانا الأستاذة نجاة الشاذلي، مؤسس شركة NG ميديا للدعاية والإعلان. مساء الخير يا أستاذة نجاة. مساء النور ماركو، أهلا بيكي. حابين بس نبتدي معاكي بسؤال كده عام شوية عن الدعاية والإعلان. ليه الشركات كلها بتهتم بالدعاية في أي بزنس أصلا؟ ليه أي شركة الأساس بتاعها بيبقى الدعاية؟ تمام. أولا مفهوم الدعاية، لازم نقول إن مفهوم الدعاية ليه تفاصيل كتير قوي. لو نتكلم عليها بشكل عام، هنقول ان الدعايه مهمه جدا لاي بزنس. مفيش بزنس ناجح من غير دعايه. هيك لو عملت منتج ما عملتلوش دعايه ملوش اي قيمه اصلا. تمام. ده طبعا بيفرق في نجاح المنتج والعوامل اللي بتدي ان هو يوصل لاكتر حد ممكن، يعني اكيد 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 بيفرق في الخطه التسويقيه لاي منتج. تمام. ازاي نعمل حمله اعلانيه لمنتج يعني مستهلك جديد؟ يعني ازاي هنوصل للناس ان المنتج ده يعني جديد؟ ايه الفكره اللي في كده؟ هنشوف الاول اذا كان المنتج ده ظهر قبل كده وهينزل بشكل جديد، ولا هو منتج جديد اصلا. لو منتج جديد اصلا يبقى لازم ندرس السوق في نوعيه المنتج ده، ايه اللي موجود ليه منافس في السوق. لازم ندرس المنافسين الاول قبل ما نعمل خطه دعائيه. طيب، بما ان طبعا الدعايه دي اهم حاجه، وان هو طبعا مفيش بيزنس بيقدر ان هو يعتمد من غير دعايه، قول لنا ايه اهم طرق الناجحه للدعايه؟ ايه اكتر حاجه بتوصلني للدعايه او للنجاح بتاع المنتج بتاعي او البيزنس بتاعي بسرعه؟ اولا اهمها الخطه التسويقيه. تمام. لازم دراسه السوق، لازم دراسه السوق. تاني حاجه فكره الدعايه نفسها، افكار الدعايه اهم من تنفيذها. الفكره معاك لو كويسه جدا وناجحه جدا وجديده، طبيعي ان انت هتمشي عليها صح، يعني طبيعي انها هتتنفس صح، يعني توصل للغرض المطلوب. طبعا، وده طبعا اللي خلى طبعا في شركات كتير بتعمل فكره معينه بتضرب جدا، وشركه تانية ممكن تعمل فكره ممكن تكون مدروسه كتير ولكن مش ما ادتش النجاح بتاع الفكره مظبوط. التانية. مظبوط. لان فكرتها هتلاقيها يا اما قديمه او مكرره او مش نافعه مع المنتج ده، او مش هي دي اللي المفروض تنفع مع المنتج ده. مظبوط. تمام. طيب ازاي ان انا اعمل يعني اقنع العملاء بان المنتج ده افضل منتج؟ افضل منتج دي هنتكلم برضو في فكره الدعايه. لازم دراسه المنتج نفسه ودراسه المنافسين. يعني على حسب المنتج نفسه، مش على حسب المنتج، على حسب ان انت تعملي دراسه بحثيه دعائيه للمنتج ده ومنافسينه في السوق. طيب. قدرنا نوصل للدراسه دي، مين المنافسين بيقدموا ايه، احنا بنقدم ايه مميز، هو ده اللي هينجحنا. طيب، ده يودينا لسؤال مهم جدا. بما ان طبعا الدعايه والاعلان حاجه مهمه جدا في اي بزنس من زمان جدا. تمام. وطبعا دي حاجه ليها اساس في اي شركه في اي بزنس عموما، حتى لو انا بعمل بزنس مثلا فردي، بعمل حاجه شخصيه ليا انا. طبعا عايزين نعرف ايه الفرق ما بين، او ايه الفرق ما بين الدعايه دلوقتي والدعايه زمان. الدعايه قبل كده كانت ماشيه ازاي، والدعايه دلوقتي رايحه في انهي اتجاه؟ انت من وجهه نظرك وبخبرتك شايفه الدعايه دلوقتي رايحه في انهي سكه، في انهي طريق؟ تمام. هي الدعايه اكيد اتطورت وكل يوم في تطور. واحنا بنتكلم دلوقتي في تطور في الدعايه. الاول اكيد كنا معتمدين على المرئيه المسموعه الورقيه، سواء بتنزل خبر في جريده او بتذيعه على التي في بالظبط او على الراديو، يعني هي دي كانت المتعارف عليها او الوارده. دلوقتي في الفتره الاخيره او في العصر الحديث عموما اتطورت شويه بالديجيتال ماركتنج، يعني الموضوع بقى اسهل شويه، بقى يوصل اسرع، مجهود اقل، فلوس اقل، ميزانيه اقل للدعايه. طيب، هستاذن حضرتك برضو، مش كل الناس اللي بتتفرج علينا طبعا عندها فكره عن الديجيتال ماركتنج، وايه الفرق ما بينه وما بين الماركتنج العادي اللي احنا مثلا ممكن تكون كل الشركات زمان كانت معتمده عليه؟ ايه الجديد في الديجيتال ماركتنج، او ايه مفهوم الديجيتال ماركتنج عامه؟ يعني جديد دلوقتي او الميزه اللي فيه ان بيوصل لناس اكتر بكتير، فئه اكتر بكتير. بلس ان انا دلوقتي عندي منتج مثلا عايز اوصله لفئه فوق ال 50 سنه، فانا هقدر اوصله، هتارجت ده. لكن الدعايه الاول لا، كانت مفتوحه لاي حد،
يعني عادي ما بقدرش اركز بالظبط انا عايزه اوصل لايه. ما فيش حد فينا ما بيستخدمش السوشيال ميديا طبعا، ما فيش حد فينا ما بيستخدمش الانترنت بشكل عمومي يعني. اكيد صحيح فعلا. ده بيوصلنا لسؤال مهم جدا، يعني هل اي دعايه ناجحه حتى الدعايه السيئه؟ اه طبعا يعني دي نقطه مهمه جدا حابين نعرف راي حضرتك فيها عنها اكتر بالزبط. لان في دلوقتي ناس بي يعني يقصدوا الموضوع ده بيعملوا دعايه سيئه عشان يروجوا المنتج. تمام طبعا انا ضدها جدا وكل الشركات ضدها جدا، الناس اللي بتعمل كده او الشخصيات اللي بتعمل دعايه سيئه علشان توصل لنجاح معين دي فئه قليله جدا غير مذكوره تقريبا، بس هي اوقات بتنجح لان بتكون خدت بروباجندا هايله جدا مع الناس، فالناس عرفت المنتج عرفت الفكره اللي هو بيروج عليها فالموضوع ممكن ينجح معاه ممكن. طيب برضو ادينا مثال برضو على لو دعاية سيئة ازاي تبقى الدعاية اصلا سيئة وازاي تنجح وهي سيئة وازاي ممكن تفشل مثلا، يعني ايه من وجهة نظر تمام حضرتك؟ في دعاية رديئة او انا بسميها دعاية رديئة، زي ان انا احط مثلا صورة على منتج معين مثلا صورة لا تليق للذوق العام مثلا دي هتعمل دعاية وهي دعاية سيئة، الناس كلها هتعرف المنتج لانه شيء غير الوارد غير اللي احنا متعودين عليه، فامر طبيعي انها الناس كلها هتعرف المنتج ده حتى لو ما استخدمتوش بس هو خد البراند نفسه، بالتالي نجح كدعايه لكن كقيمه طبعًا. او كطريقه تبقى مختلفه شويه. لا خالص بالظبط. طيب ده يودينا لسؤال مهم جدا جدا، طبعا مفيش عميل دلوقتي هيعمل بيزنس سواء شركه كبيره سواء عميل صغير سواء حد بيروج لمنتج هو بيبيعه ما سالش نفسه السؤال اللي انا هساله لحضرتك ده دلوقتي اللي هو ازاي مثلا انا كعميل اختار الشركه معينه او ازاي اختار باحث معين انا واثق فيه او ازاي بناء على ايه بختار الباحث ده او الشركه دي، سواء طبعا انت عارفه دلوقتي الماركتنج دلوقتي في شركات ماركتنج كتير جدا طبعا باحثين في الدعايه كتير جدا، ايه اللي يخليني انا ككلاينت او كعميل اختار الباحث ده او الشركه دي عن الباحث التاني او الشركه التانيه؟ عن طريق اول حاجه الافكار، لازم اشوف الافكار الدعائيه اللي عند اي شركه وانا بختار كده لازم اشوف كل شركه عندها افكار ايه، الافكار اهم ايه من A to Z، الفكره صح التنفيذ هيبقى صح. تمام اوكي حابه اقوله في نهايه حلقتنا اتمنى تكونوا استفدتوا وزودناكم بالمعلومات الكتيره، واستنونا في حلقه فقره جديده من برنامج كلام كبار كل يوم اربع الساعه 2.